تنشط أخ وصديق عزيز جدا تربطني بيه صداقة جميلة من أيام ما اشتغل في الاتحاد الأفريقي. بس الحقيقة معرفتي بيه أو ترجع لأيام ما كان بيلعب في النادي الأهلي، كنت أنا بشجع النادي وبروح اتفرج على الماتشات واتفرجنا عليه في آخر السبعينات. بس الظريف كمان أنا كنت بشوفه في الكلية، لأن احنا الاثنين متخرجين من كلية الهندسة سنة 78. أنا اتخرجت من قسم الهندسة الكيماوية وهو اتخرج من قسم الهندسة الكهربائية، واشتغلت معاه لغاية ما تركت الاتحاد الأفريقي في 2010 ورحت الاتحاد الدولي، واستمرت العلاقة لأن في الاتحاد الدولي كان هو اللي بيشارك دايما في الدراسات الفنية، والدراسات الفنية كانت تابعة لإدارة المسابقات اللي أنا كنت بتولى إدارتها في الفترة من 2010 ل 2017. فكانت علاقتنا ممتدة لأكثر من 15 سنة ومستمرة حتى الآن. والكابتن شطة الحقيقة شخصية يعني من النادر إن حد يلتقي بشخصية كده من على خلاف كفاءته وعلمه في الكرة وفي الحاجات الفنية التكنولوجي والحاجات دي. فهو كشخص يعني يتميز بأنه هو طبيعي يعني بيرغب في مساعدة أي حد. كابتن شطة دي من أهم بصماته، في طبعا اللي هي البرامج اللي عملها اللي هي شهادات المدربين، اللي هو شهادات المدربين اللي عملها الألف وبه وجيم، دي كان بصمة مهمة جدا في ان هو يقنن المدربين في على القارة الأفريقية. دي القارة الوحيدة اللي ما كانتش بتنظم العملية دي، هو نظمها، ويعني كان عملية مهمة جدا ان يبقى في تقييم وفي اساس للمدربين ان هم يقدروا يشتغلوا في الدول الاخرى في القارات الاخرى على اساس هذه الشهادة. فده كان اعتقد البصمة الرئيسية للكابتن شطة في الاتحاد الافريقي. هتقول ايه لحبيبك مصطفى فهمي؟ مصطفى فهمي ده ليجند، يعني حاجة كده نادرا ما تلاقي هذه الشخصية. التكوين اللي جواها ايه؟ اشتغل سنة 76 77 وهو في الجامعة كلية الهندسة معايا، هو كان كيميكالز كيمياء، كان دفعتك كان معاك في الجامعة كيمياء هو وانا الكترونيات، خلي بالك ما شاء الله. كان شغال في الاتحاد الافريقي مع والده مراد فهمي. طبعا ده اللي هو برضه من اساطير النادي الاهلي واساطير الاتحاد الافريقي. طبعا كان شغال في 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 الحاجات اللي هي الميديا والاعلام، ورسل الفرنس فوتبول ورسل الاكيب والحاجات اللي هي الفرنسيه دي. شوف من امتى. بعد كده اشتغل شويه تاني مسك في الاتحاد الافريقي من قبل ما يبقى سكرتير، اشتغل سنوات طويله في المركز الاعلامي بتاعها. وبعد كده مسك في الاتحاد الافريقي سكرتير عام من سنه 84 او 83 على ما اذكر لما توفى والده. ايوه ساحل العاج، خلي بالك على التاريخ. مظبوط. مسك بعدها سكرتير عام حتى لما انتقل للفيفا.